كده بقت معانا جاهزة القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي دمرنا الدنيا، مو مشكلة، في داكم وبس. وأحلى قهوة بجد يونانية، تاخديها كده على الرواقة، رهيبة رهيبة رهيبة. بعد معاها الشوكلت ده تحفة، قطع صغيرة بتكون. لو تبغى تجربوه جميل قوي قوي قوي. يلا لايك 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 لايك، وما تنسوش اذا لسه ما اشتركتوش في قناتي زيوا بسرعه تحت الفيديو اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي، وراح استمتع مع قهوتي مع امي حبيبتي. لايك. مساء الورد، مساء الحب، مساء السعاده. يلا بقى ابتدي الفيديو، عاوزه منكم لايك، واذا لسه ما اشتركتوش في قناتي زيوا اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل، وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل قهوه لنا النهارده بالكرنيشن ازاي. تمام، هنستعمل النهارده الحليب ده اللي هو اي نوع بقى، القوس، كارنيشن، مراعي، واسيفر يونايتد بتحبوه، بس المهم ان نبخر. تمام، طيب هتجيبي بقى كده الكوبايه بتاعتك او الكنكه بتاعتك، هتحطي فيها الميه، ما تكونش كامله، تكون الا شويه. تمام، انا بما اني هعمل كوبايتين هحط في اتنين الا ربع. تمام كده، بعد ما حطيتهم كده زي ما انتم شايفين، هبدا ان انا احط عليهم الحاجه بتاعتي، هنزل بيهم بالحليب الكارنيشن بقى، اكمل اللي هو الربع بكارنيشن عشان تديكي طعم جميل. مش متخيلين انتوا قد ايه طعمها بيبقى بيها حلوه جدا جدا جدا. طيب هحلي انا بعسل، لان انا ما بحليش بسكر انتوا عارفين، او تحطوا سكر البني بيديع طعم ونكهه جميله جدا. تمام، على كل كوبايه هحط معلقه صغيره، لكل كوبايه معلقه صغيره. طيب بعد كده هنحط اليوناني اللي هي القهوه اليونانيه، عشان مشوفتش حلقاتي قبل كده ليها، هي عباره عن قهوه شقره ومعاها مبيض ومعاها جوز هند، هي دي القهوه اليوناني. تمام، يعني تقدري انت تحضريها في البيت، تجيبي قهوه شقره ما تكونش مخلوطه مع هيل ومنكهات تانيه، تكون ساده، وبعد كده تضيفي عليها جوز هند مطحون ناعم جدا جدا، وتضيفي عليها مبيض اللي هو بنستعمله في النسكافيه، وتروحي خلطهم تاني مع بعض في المطحنه عشان تحصلي على المزيج ده. هي دول الصوره. تمام، هحط على كل كوبايه معلقه كبيره جدا عشان تاخديها جميله، او معلقه ونص لو عايزاها تقيله، فانا هحط فعلا ثلاث معالق على الاثنين على الكوبايتين. يعني بحب بصراحه القهوه فيه تكون حادها باينه. خلصنا كده وخلطناها. طيب هولع بقى النار بتاعتي. بسم الله. وهوطي النار خالص زي ما بتعملي القهوة بقى التركي. وهتفضلي تقلبي شوية فيها لغاية ما تاخدي الوش التقيل الجميل. تمام، قبل ما اجهز بقى الكاسات بتاعتي اللي انا هحط فيها ان شاء الله القهوة بتاعتي، ولو هتاكلي جنبها حاجة كوكيز، شوكليت، كيك، برونيز، أي حاجة عايزة تاكليها معاها قدميها وجهزيها معاها. تمام، يلا هتفضلي بقى تقلبي 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 لغاية ما تستوي قهوتك، وهنقدمها مع بعض. كده بقت معانا جاهزة القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي دمرنا الدنيا، مو مشكلة، في داكم وبس. وأحلى قهوة بجد يونانية، تاخديها كده على الرواقة، رهيبة رهيبة رهيبة. بعد معاها الشوكلت ده تحفة، قطع صغيرة بتكون. لو تبغى تجربوه جميل قوي قوي قوي. يلا لايك 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 لايك، وما تنسوش اذا لسه ما اشتركتوش في قناتي زيوا بسرعه تحت الفيديو اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي، وراح استمتع مع قهوتي مع امي حبيبتي.